أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد امتناعه عن المثول أمامه بوصفه مدعاً عليه، وأرجأ الجلسة إلى 20 من أيلول سبتمبر المقبل. وكان القاضي البيطار قد ادعى على دياب والوزراء الثلاثة السابقين علي حسين خليل وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب في سقوط مئات الأشخاص بين قتيل وجريح. لم يحضر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى قصر العدل، هنا حيث كان من المنتظر أن يستمع المحقق العدلي طارق بيطار إلى إفادته كمدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت. عدم حضوره دفع القاضي بيطار إلى إصدار مذكرة إحضار بحقه وتحديد 20 من سبتمبر أيلول المقبل موعدا جديدا للاستماع إلى دياب. بحسب قانون أصول المحاكمة الجزائية تفرض على الضابط العدلي أن تحضر المدعى عليه، وأعني الرئيس حسان دياب، قبل 24 ساعة إلى مكتب قاضي التحقيق ويكون مخفورا، أي موجودا موقوفا. ولكن القضية هل تنفذ هذه المذكرة؟ أنا أعتقد أنها لن تنفذ. ووفق المعلومات فإن دياب رفض المثول أمام بيطار لرفضه خرق الدستور متمسكا بالمثول أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء حصرا. طارق البيطار ينطلق من أن جريمة المرفأ هي جريمة عادية وليست إخلال بالواجبات الوظيفية التي يتذرع بها الرئيس حسان دياب وباقي الوزراء والنواب، والتي تقتضي عندها تطبيق المادة 70 من الدستور اللبناني، ويعود الصلاحية النظر فيها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ليس وحده دياب من لم يمثل أمام القاضي، فبيطار لم يتمكن حتى الآن من الاستماع إلى القادة الأمنيين والعسكريين المدعى عليهم، إضافة إلى وزراء سابقين، ما يطرح تساؤلات حول خياراته المقبلة. حسنات وحمايات تمنع القاضي العدلي من الاستماع إلى من ادعى عليهم، ومجلس نواب يرفض مثول نوابه أمام القضاء ويتحصن بما يصفه بحقه الدستوري بإنشاء لجنة برلمانية لمحاسبة الرؤساء والوزراء وما بينهما، قضية انفجار يخشى أن توضع في أدراج تموت فيها القضايا. علي رباح، العربي، بيروت. من بيروت معنا مراسلنا محمد شبارو. محمد، ما هي آخر فصول قضية الإحضار وما الخيارات المتاحة أمام قاضي التحقيق إلى غاية اللحظة؟ دعينا نبدأ من الخيارات. قاضي التحقيق كما ينقل بعض الحقوقيون عنه يقوم بدوره كقاضي يستعمل كل الصلاحيات المتاحة أمامه. بطبيعة الحال هذه الصلاحيات تستعمل للمرة الأولى في لبنان، وهي تشكل سابقة حتى بالنسبة للأوساط القضائية والحقوقية في لبنان. الاتجاه لدى القاضي بيطار هو استعمال كل الصلاحيات حتى في حال لم يمثل أمامه الشخصيات الأمنية والسياسية التي طلبها للتحقيق، فإنه ماضي في التحقيق إلى حين إصدار القرار الضمني في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. هذا في الإجراءات القانونية التي يقال في الأروقة اللبنانية أن القاضي بيطار يتبع القانون بحذافيره، ولكن الملف فعليا انتقل من الشق القضائي إلى الشق السياسي، وتحديدا بعد البيان الذي صدر قبل قليل من رؤساء الحكومة السابقين، بيان عنيف عالي اللهجة ضد القاضي بيطار، وصف القاضي البيطار بأنه مسيس، وأيضا اتهم القاضي بيطار بأنه يمتثل إنجاز التعبير بأجندة قصر بعبدة أو فريق رئيس الجمهورية. البيان هذا رفض استدعاء حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وأبعد من هذا وضع هذا الاستدعاء أو طلب الجلب في خانة الكباش السياسي الداخلي والتصويب على رئاسة الحكومة وصلاحيات رئاسة الحكومة، وأيضا الصراع حول اتفاق الطائف والصلاحيات الممنوحة وفق اتفاق الطائف للرئاسات، وهو نقاش يعود إلى السنوات الأخيرة وتحديدا بين فريق رئيس الجمهورية ميشيل عون وتيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. الاتجاه حتى الساعة يبدو إلى
مزيد من التعقيدات القضائية والسياسية، ويخشى فعليا ألا يصل هذا الملف نتيجة هذه التعقيدات إلى خواتيمه. شكرا لك محمد شفار ومراسلنا من بيروت.